طيب تعالوا احنا عاملين تقرير عن المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه، نشوفه ونرجع تاني ان شاء الله. النهارده اليوم العالمي لذوي الاعاقه، حاولنا ان احنا نجمع مؤسسات مجتمع مدني ومع قدرات مصريه ان احنا نجمع اكبر عدد من ذوي الاعاقه ان احنا نقدر نحتفل معاهم. هو عاده ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر مش بيلاقوا اهتمام كافي ولا تشجيع من اي حد حتى، فده غصب عنهم. كمان الاسره المصريه او المجتمع في مصر ما عندوش وعي كفايه يوجه الناس دي تعمل ايه. متحدي الاعاقه في مصر للاسف بيواجهوا مشكله صعبه قوي، وهي مشكله نظره المجتمع ليهم. جه الوقت ان احنا لازم نغير النظره دي. احنا اللي بنعلم نفسنا الكمبيوتر، كلنا بنعلم بعض، مفيش حد علمنا. على فكره عملنا قناه عن طريق الانترنت اسمها قناه كيف دمه خفيف، عملناها على برنامج مجاني اسمه زيلو. البرنامج ده عباره عن برنامج مجاني على الكمبيوتر وتطبيق على الاندرويد. لازم يتوجد مؤسسات تدرب الكفيف على كيفية الحركة، لازم يتحرك، لازم يعرف الحركة الصحيحة، مش يبقى مثلا سمع ان في عصاية بيضة ويجيبها يعني ما يكونش اصلا بيوجد استخدامها لانه ما يعرفش استخدامها، وما فيش حد موفر له استخدامها الا تقريبا يعني حاجات خاصة. بالنسبة للرياضة ان عندنا ابطال العالم كلهم بيسافروا بيحققوا بطولات وبيحققوا ميداليات، الاسواق ما بيعملوهاش. تعالي وهم جايين ما حدش يعرف عنهم حاجه في المطار، تعالي تكرميهم. السوي ياسر بياخد له 2 مليون، المعاق في المدينه الدهب بياخد له مش 1000 ولا 200000 بعد الضرايب والكلام ده كله. اسمها امال، تمام، من تحدي الصم والبكم، ضعاف سمع، صم وضعاف سمع، تمام. فهي نفسها كل الناس في مصر تقدر لما تشوفها ما يعني ما تشوفش ايديها شغاله وتقول ايه ده بيعملوا ايه، لا يكون الناس فاهمه فعشان يقدروا يتواصلوا معاهم. مصر هي الدوله الوحيده دلوقتي اللي ما زالت ماشيه على النظام القديم، هو عزل المعاقين في مؤسسات خاصه بيهم بعيدا عن المجتمع، وبيخرجوا على المجتمع متاخر، وبالتالي بيبقى هم اغراب على المجتمع، والمجتمع بيبقى حذر شويه في التعامل معاهم. طالب ان الدمج يبدا من بدري، يعني يبدا من سن 3 سنين. انا ما اجيش ادخل طالب في فصل مثلا ثالثه ابتدائي ولا اولى اعدادي ادخله عليهم بيحصل فيه مشكله، وبيحصل مشكله نفسيه كمان للولاد. احنا كمعاقين عايزين حاجات كتير، بس اولها ان يوفر لنا لقمه عيش. عايز امشي في الشارع الاقي مكان اطلع منه، الاقي رصيف معمول للمعاق ان هو يمشي فيه. عايز لما اروح مستشفى الاقي السلم المجهز للمعاق اطلع عليه اكشف، ما فيش حد يشيلني. ناخد بالنا من بعض شويه، محدش هيدفيك غير مشاعر الناس واخلاصهم وصدقهم، هو ده اللي هيدفيك، هو ده يشعرك بالامان. لازم نبقى ايدينا على ايدين بعض، يعني لازم